في 20 ديسمبر العام الماضي أعلنت أسرة الصحفي محمد العبسي أنه توفي في ظروف غامضة بصنعاء، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم لا تزال قضيته في عداد المجهول. في تقديري أنها يعني نوع من يعني المحاكاة السياسية. برحيل العبسي خسرت الصحافة اليمنية واحدا من فرسانها، وبين ديسمبر العام الماضي وديسمبر هذا العام مسافة فاصلة خلفها رحيله لدى أسرته ومحبيه. تمر الذكرى الأولى لغياب واحد من أهم الصحفيين الاستقصائيين، ولا يزال قتلته طلقاء. في سبتمبر الماضي تقدمت أسرته بشكوى إلى النائب العام الموالي للميليشيا الإنقلابية، اتهمت الجهات المعنية بالتقصير في التحقيق بوفاته، قائلة إن هناك إهمالا متعمدا من قبل النيابة، وموضحة أن النيابات المختصة تغض الطرف عن القضية. وجاءت الشكوى بعد أن أوضحت تقارير الطب الشرعي أن الوفاة نتيجة التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون. باستمرار تجاهل القضية وعدم تقديم القتلة للعدالة، يستمر تصريف الوجع المتراكم لأسرة العبسي. فوالده الذي انتظر أن يرى الجناة في قفص الاتهام لم يتحمل طويلا وفارق الحياة بعد أن ظهر يغالب القهر المترسب في قاع الروح على ولده المغدور محمد، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عاما. لم يكتفي الجناة باغتياله، بل ذهبوا بعد موته للعبث بضريحه وتحطيمه في واحدة من أبشع الجرائم انتقاما حسب متابعين. عاجزا عن الإرادة أيضا لأنك تركته دون سبق، ولئن مرت الأعوام سيظل حضورك باقيا بعد رحيلك. كم كثيرة هي الدموع قبلك وبعدك.